وانا ثقت في القانون حيتاش كنشوف لي كومبيتونس ديالي، كنشوف انا الاحلام ديالي فين بغيت نديرهم هو في القانون. المجال ديالي انا ما كنحملش الظلم، بغيت نكون قاضيه ولا محاميه اللي نساهم في انني نحارب الظلم ونعطي الحق للمظلوم ديالو. المراره هذه راه واحد الاحساس بالظلم بالحقره، كتقول علاش يديروا لي بحال هكا، انا قريت كيخصني نستحق داكشي اللي بغيت، وهادشي اللي خلانا نخرجوا ونوصلوا الصوت ديالنا. وغراس ا او جو سوي لا، وغراس ا او نادا ديال اليوم كتهضر بحال هكا، وبالترابي اللي عطيتوني هما اللي ما غنتنازلش عليهم، والمبادئ اللي تعلمت منهم ما غنتنازلش عليهم، واخا يبقى غير عرق فيا غنبقى ندافع على حقي وعلى حق جميع الطلبه حتى انا امراه قانون. اي واحد قال داك الانين، حيت حنايا داك اللي كيسمينا سيد وزير زوبعه صغيره، هذا ماشي زوبعه صغيره، هذا راه انين، هذا الاحساس بالظلم، هذه راه مراره، هذه خصك تقول تسمعها وتداويها. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. عدد كبير من المغاربة تبعوا الموضوع ديال امتحان المحاماة. مشاهدينا الكرام، نادى دازت في عدد كبير من المنابر الإعلامية اللي كانت كتمنى توصل للهدف الأسمى أنه تأخذ الوزرة ديال المحاماة، ولكن ظروف مسببات الواقعة بين مد وجزر وموضوع النقاش. مشاهدينا الكرام، حقائق تنشر لأول مرة وما لا يعرفونه المغاربة عن نادى. نادى شابة طموحة من جهابدة العلم، وهي الله عندها 22 سنة، الأم ديالها سنين طوال وهي في التعليم، ضحات بالغالي والنفيس من أجل نادى، وكذلك الأب له مجال آخر. الهدف الأسمى عند الأب ديالها والأم ديالها أنه يشوفوا نادى في مستوى عالي في العلم. مشاهدينا الكرام، ما لا يعرفونه المغاربة عن نادى اللي تكلمت عن الموضوع ديال المحاماة فقط هو اللي غنشوفوا معاه الآن. تبعوا معايا. نادى، أنا بغيت المسار ديال نادى ملي كبرت، كيفاش دزتي، كيفاش كبرتي، كيفاش قريتي، وحنا عاد نجيو لهذا المشكل. تفضلي. أولا شكرا على الاستضافة ديالكم. نادى شابة مغربية، مواطنة مغربية من عائلة عادية، الأم ديالي كاينة في التعليم كيف ما ذكرتي، والأب ديالي، يعني أنا كبرت في عائلة اللي رسم لها هما المبادئ ديالها. يعني كبرنا بديك أنكم خصكم تثقوا في راسكم، خصكم تخدموا على راسكم، وخصكم تخدموا على لي كومبيتونس ديالكم، والقراية ديالكم غتوصلكم. القراية ديالك توصلك عالمة، توصلك دكتوراة، توصلك محامية، أنسي دو سويت. أنا كملت الدراسة ديالي سيونس مات باك انترناسيونال، جو سوي باشوليير سيونس مات باك انترناسيونال، وأبخي لقيت مشكل مع مي بارون، حيتاش مي بارون اختاروا ليا طب، وأنا ثقت في القانون حيتاش كنشوف لي كومبيتونس ديالي، كنشوف انا الاحلام ديالي فين بغيت نديرهم هو في القانون. المجال ديالي انا ما كنحملش الظلم، بغيت نكون قاضيه ولا محاميه اللي نساهم في انني نحارب الظلم ونعطي الحق للمظلوم ديالو. هي هذيك امنت بالطموحات ديالي، امنت بالقدرات ديالي، وقدرت نقنع مي بارون. الاب ديالي بقى عندي معاه صراع طويل وما كيتيقش في لافاك المغربيه، وقالها لي، قال لي انا كنت متيقن على ان المؤسسات غادي يحاربوك وغادي يطيحوك، حيتاش هاد البلاد هادي مالوغيزمون شادينها شي ناس اللي فاسدين، وخا غير واحد وجوج وثلاثه اللي كيهرسوا القدرات ديال الشاب المغربي. ولكن ومع ذلك دخلت لافاك المغربيه بمدينه المحمديه، قريت لا ليسونس ديالي، ابخي عاوتاني بدات الحرب مع الماستر في المغرب باش تجيب الماستر ديالك. الحمد لله توفقت جبته بمدينه طنجه، ماستر دغوا انترناسيونال دي زافير، وهذا العام عندي سنه ثانيه، وانا باقه كل طموح ان شاء الله ومتيقنا من راسي غنوصل واخا كاع هاد الاكراهات هذا، حيتاش المبادئ اللي كنترباو عليهم في الصغر هما اللي كيبقاو كابرين معنا. حنا تربينا لاننا غنقراو وغنثقوا في راسنا وغنتحاربوا حتى غادي نوصلوا هادشي اللي غادي نديروا. ومن جات هاد المهزله هادي قلنا لان نوصلوا الصوت ديالنا لجميع الشباب، حيتاش ماشي كلشي عنده نفس الامكانيات اللي عندنا. مثلا اليوم يعني اللي انا عندي واحد العائله اللي واخا كنطيح كتشد بيدي وكتقول لي راه غادي توصلي، عندي واحد التربيه اللي واخا كنطيح كنقول لها راه ما يمكنش تطيح، انا دابا قاعده 22 سنه وغادي توصل. ولكن كاينه شباب اليوم كانت عندهم 25 سنه، كانت عندهم 30 سنه، الامل ديالهم هو انهم يكونوا محامون، الدراسه ديالهم هي راس مالهم، ما بقاش عندهم على انهم كان كيخصنا وصل الصوت ديال هاد الطبقات كاملين. حنا كاملين وليدات الشعب، قرينا، حاملين دراسات الشواهد عليا، رسمنا هي القرايه ديالنا وكنستحقوا واحد المناصب. ما كانش ممكن على اننا نسكتوا على مهزله بحال هادي وندوزوا عليها ونبقاو عاوتاني في نفس الحرب
مع الفساد مره 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 في كل كونكور. هادشي علاش خرجنا للاعلام وبغينا نوصل الصوت ديالنا للشعب المغربي كامل، حيت حنايا طبقه واحده. انا ديجا ضد هاد الطبقيه اللي سمعتها حتى 2023. حنايا ما كايناش كما سبق وصرحت، ما كايناش مواطن درجه اولى مواطن درجه ثانيه، وانما حنايا الشعب الى خدمتي خصك تاخذ داكشي اللي كتستحق، وهادشي علاش خرجنا للاعلام. وهنا غادي تعاودي ليا على ملي خديتي البادره وغدوزي الامتحان، اشنو اللي وقع؟ الو باش ندوز الامتحان ديال المحاماه كنت وجدت ليه بوندون 6 موا، حيت انا اصلا ديجا الحلم ديالي كان هو انني نكون قاضيه، ولكن المسؤوليه ديال القاضي شويه كبيره، يعني خصني نكون حكيمه الا بغيت نكون قاضيه واحد النهار. قلت الو غادي نبدا ديبار ديالي غيكون من المحاماه، سورتو انني كندوز ستاج ديالي مع واحد الاستاذ اللي كنوجه ليه تحيه بدون ذكر الاسماء في مدينه طنجه، وهو اللي حببني في المهنه. قلت انا ان شاء الله غناخذ اكسبيريونس ديالي في المحاماه وغادي نبدا لو شومب هذا الباركور بروفيسيونيل ديالي في داكشي اللي كنبغي. فبهذا ثقت في راسي، خدمت وجدت بحالي بحال مجموعه من الطلبه، مشيت ندوز الامتحان. فاذا به يوم اللي غادي نخرجوا لي كونفوكاسيون كنلقى ان مركز ديال الامتحان تبدل لي، مثلا انا خصني ندوز مدينه طنجه لقيت مدينه تطوان. يعني حتى هذا كان صعيب، حتى انا ما ساكناش مع مي بارون ايتترا، كان صعيب علي انني نتنقل، ومع ذلك بالثقه ديالي في نفسي وفي انني خدمت مشيت لمدينه تطوان. ملي كنوصلوا لمدينه تطوان مع تسعود كيوصلوا لنا الوراق كناخذوهم حتى 11 لاروب، ديجا ساعه و45 دقيقه وحنا جالسين كنتسناو الوراق باش ناخذوهم. اون فوا شدينا الورقه كنلقاو فيها سيستم كنديان سي تي با بريفي في القرار اللي كينظم الامتحان ديال 2022. حنايا بيان سور باش ما نديروش البلبله بدينا كنقراو في لي ماتيير اللي دخلنا في داك الامتحان، كنتفاجئوا بان يونا دي ماتيير اللي ما كانوش بريفو بور ليكري، كانوا بور لونتروتيان اورال، وتا هما كندوزو فيهم ليكري. دوزنا الامتحان، خدمنا مزيان. ديجا حنا كنعرفوا السيستم ديال كيو سي ام خصك تكروشي غير على داكشي اللي انت متاكد منه، بسبب ديك العقوبه اللي دارونا في الامتحان ديال ناقص نقطه بور الجواب الخطأ. اون فوا كنخرجوا كنسمعوا ان كان هناك تسريبات، يعني ديك ساعه 45 دقيقه اللي تعطلوا علينا تسربوا فيها الاسئله، لمن كيفاش الله اعلم. عاوتاني ما بغيناش نديروا بالبلح، حيت حنايا واحد الشعب اللي كنصبروا، كتقول مجرد امل كتبقى تصبر وتغمض عينيك باش توصل لداكشي اللي بغيتي. دونك سكتنا وبقينا حتى كنقولوا نهار اللي يخرجوا لي ريزولطا او بيغ ديكا شنو غادي يوقع، غندوزوا حنايا كاملين، ولكن من غندوزوا لونتروتيان اوغال غيبان لي كومبيتونس ديالك من الاخر لي انكومبيتون. فاذا به كنتفاجئوا نهار 30 في الشهر كيخرجوا لي ريزولطا فيهم 2081 بيرسون، واللي من بعد راه بانوا في لي ريزو سوسيو كيفاش دوك النتائج كيفاش مشبوهه، وشكون ديك 1281 شخص اللي ما جابتش المعدل وكانت في النتائج انسي دو سويت. من وموراها كيخرج الوزير بتصريح، سيد الوزير بتصريح صادم على ان انا ولدي لاباس عليه قريته في كندا عنده جوج إجازات. يعني كانوا شي تصريحات مستفزه بزاف للشعب المغربي ومستفزه لي كومبيتونس ديال الطالب المغربي، واللي ما قدرناش نسكتوا عليها. هادشي علاش خرجنا الاعلام، بغينا نوصلوا صوتنا، بغينا نقولوا راه الشباب ديال اليوم راه ما غاديش يسكت لهادشي. ديجا البلاد ديالنا تكالس بما فيه الكفايه، مابقاش محتاجه للزبونيه والمحسوبيه، مابقيناش قادرين على هادشي. صافي دابا ولا الوقت ديال ان اي واحد خدم على راسو يشد المسؤوليه، واللي ما خدمش على راسو ما يكونش فاشل ليه هذيك الساعه، غتكون واحد الدفعه باش يزيد يخدم على راسو ويتوفق والمره الجايه يجيبها. اما ملي كدوز واحد الامتحان مثلا عندي 800 واحد اللي نجح، انا كنت شفت 800 واحد اللي نجح هو اللي جاب هذا الكونكور، هذا ما كانش تكون واحد، ما كنتش غادي نحس براسي تحقرت، وانما بالعكس كانت تكون واحد القوه اللي كنقول نادا انت ما خدمتيش مزيان، كان خصك المره الجايه تزيد تخدمي اكثر من هكا باش تكوني من المتفوقين اللي محسوبين على رؤوس الاصابع ويجيبوا هذا الامتحان. ولكن ملي كتشوف على ان تخفض المعدل وتستعملوا وتستغل النفوذ بواحد الطريقه اللي ماشي هي هذيك ودازوا ناس اللي ما يستحقوش اكسترا، كتقول لا المراره هذه راه واحد الاحساس بالظلم بالحقره، كتقول علاش يديروا لي بحال هكا، انا قريت كي خصني نستحق داكشي اللي بغيت، وهادشي اللي خلانا نخرجوا ونوصلوا الصوت ديالنا. السؤال اللي عندي معك هو على الامتحان، نادا جاوبات، كيفاش كتشوفي اجوبتك انت مع الامتحان؟ انا بوغ المحاماه ما قلتش حتى لمي بارون كونكور راني دوزت، حتى جيتي سيغ سيغتان انا مي بارون كانوا كونتخ دي لو ديبار من هذا لو دومين هذا. دونك انا قلت ان شاء الله غنخلي حتى نجيب هذا الامتحان هذا ونجي عندهم ونفرحهم، نقول لهم فوالا ها انا داكشي اللي امنت به راني وصلت ليه ويفرحوا معايا. وكنت سيغ سيغتان انا جيت ندوز معاهم راس العام وكانت انا ديك النتيجه غنقول لهم فوالا بنتكم غتولي محاميه. فاذا بيا كنتفاجئ النهار ديال النتائج بالمهزله اللي وقعات، وما كانت شوك. نوعيه الاسئله اللي تعطاتك وداكشي باش جاوبتي انت؟ ما ديجا الاسئله كانوا تعجيزيه، ما كانتش اسئله واضحه، وهذا الشيء راه قالوه اساتذه اللي كيفهموا. يعني انا ممكن نكون باقا غير طالبه ديال 22 سنه ما نقدرش نفهم مزيان في هذا الشيء، ولكن اساتذه جامعيين قالوا ان هذه الاسئله هذا الامتحان كان تعجيزي، الاسئله ما كانوش واضحين، ولكن حاولت نخدم معاهم بذكاء، حيت ملي كنقولوا كيو سي ام وعندك سيستم كنديان يعني الجواب صحيح راه غادي النقطه ديالك، جواب خطا غنقص لك نقطه، حاولت نجاوب غير على الاسئله اللي انا متاكده منهم.
وعرفتي داك لو في انك انت كتجاوب وانت كتقول بلاتي نحسب 40 نقطه ديالي في الامتحان الاول 40 نقطه باش نجيب المعدل ديالي. يعني كنا واحد في واحد البريسيون في واحد العذاب النفسي، راه ما كانش امتحان، كانت عقوبه بالنسبه للطالب المغربي. يعني بزاف ديال الاكراهات، بزاف ديال، وانت واخا هكا كتقول لا غادي نجيبو، لا غادي ندير، لا خصني نكون غير ذكي، لا لا. فاذا به كنتفاجئوا بالنتائج، واخا درتي هادشي كامل، واخا خدمتي اون فان. السؤال اللي عندي معك سؤال انساني، الوالدين ديالك دوزتي امتحان، تبارك الله انت دوزتي في منابر، دوزتي في السوشيال ميديا، شافوا الناس تبارك الله مستوى عالي ديالك في النقاش، تتكلم بحرقه وبروح الوطنيه ديالك كمغربيه لك طموح في الدنيا، كيفاش كيناقشوا معك الان والديك الموضوع؟ والاب ديالي في الاول قال لي احتجت بحال الفرصه باش صافي نتنازل على هادشي ونمشي نقلب على ما حسن باش ما نزيدش نتحقر، ولكن من بعد ما شافني طلعت على لي ريزو سوسيو ايتترا حس بيا وقال لي بنتي سي با لا فان دو موند، راه واخا كاينين هادو نتوما ما تسكتوش على حقكم وغادي تدافعوا على راسكم وغادي تسمع صوتكم هاد المره، حيتاش المغرب اليوم ماشي هو مغرب الامس. سالينا من العصر ديال ان المسؤولين هما اللي كيديروا اللي بغاو، حيتاش راه هذا الوطن ديالنا، راه حنايا شركاء في هذا الوطن، صافي مبقاش ليهم الحق لانهم يلعبوا بالمصير ديالنا. حنايا خدمنا، خاص يتعطانا المشعل، خاص يتعطانا الفرصه، خاصنا حنا اللي نزيدوا بلادنا قدام. واليوم حنا خرجنا بهذا العدد الكبير ديال الطلبه باش نقولوا لهم راه صافي ما بقيناش غادي نسكتوا، ما بقيناش غادي ندوزوا اي حاجه مشكوك فيها غيتحاسبوا، حيتاش وي سي فريمون ممكن حنا نكونوا في لافاقرينا النظري، ولكن سي لو مومون باش نفعلوا دوك المبادئ اللي قرينا ديال النظري، سي لو مومون باش بصح يتفعلوا دوك المبادئ الدستوريه واللي جابتو منظومه اصلاح العداله في اطار ربط المسؤوليه بالمحاسبه، الحكامه الجيده، المساواه، تكافؤ الفرص، هكا غيولي الشعب زوين، هكا كلنا غنوليو نخدموا وغنضربوا ثمره باش نوصلوا لدوك المناصب، ما يبقاش واحد يجي ياخذها بارده، واحد يتقاتل عليها مره وجوج وثلاثه واربعه، وهذا الشيء راه كيولد لينا كاع هاد المشاكل وهاد الظاهرات هاد الخيبه اللي كتدي ببلادنا الهويه. حيتاش بلادنا راه ما غاديش بحال هكا، راه حنا فيما كنبغيو نطلعوا به كيجي شي مسؤول فاسد، كيجي بشي مهزله، كيقول لنا حنا يلا كنكونوا لا نكاد نعود لنثق بالمؤسسات، حتى كيخرج هو كيقول لنا لا لا، سورتو على ان مع من بعد ما حنايا صرحنا وصلنا الصوت ديالنا، جميع المؤسسات الحقوقيه، الحكومه، البرلمان، ولا سؤال شفوي من نائب النواب البرلمان في في في, في, في القبه. يعني شنو كتحس هنايا على ان كيقول لك حنا لا حاسبه ولا رقيبه لنا؟ حنايا الشعب المغربي، رحنا راه الشعب المغربي، راه حنايا والاباء ديالنا اللي عيناهم، اللي انتخبناهم، اللي حطيناهم تما باش يعطيونا الحقوق ديالنا، باش يضمنوا لنا العيش الكريم، ولكن لا، اليوم الشعب المغربي ما كيتسمعلوش، اليوم الشعب المغربي يخرج يغوت، يموت، وما عندوش اللي يدافع عليه، ما عندوش اللي يقول راه هذا راه مهم، سيرتو الطاقات الشابة، راه الشاب هو اللي غادي يشد هاد البلاد، راه إلا قتلتو دابا هاد الطاقات الشابة اللي عندهم لي كومبيتونس، ما عرفتش أن البلاد من هنايا واحد 15 سنة فيها تكون غادة. حقا هادشي علاش حنا خرجنا بالوطنيه ديالنا وما كندويوش غير على الدومين ديالنا ديال القانون، وانما حنا كنقولوا كفل جميع الفساد في جميع لي دومين. صافي دابا حنا بغينا نشدوا المشعل ونخدموه فريمون بوطنيه، حيت البلاد ديالنا عطاتنا بزاف ديال الحوايج، وصل الوقت اللي ردوا ليها الجميل، دونك عطيونا فرصه باش نردوا ليها الجميل ديالها. قالت لي الام، قلت لي الاب، الام ما يمكنش ليا ندوز مرور الكرام، حتى هي كيفاش تفاعلات، كيفاش شافت الامور، كيفاش كدعمك؟ بالعكس الام ديالي كانت من الاول هي كدعمني في هذه القضيه. الام ديالي راه ملي كنقولوا الام راه هي المدرسه الاولى، هي اللي كتعطيك التربيه، يعني التربيه ديال الام ديالي هي اللي علمتني على انني ما نسكتش على حقي، انني نثق في راسي، لانني الا حاجه ديالي ناخذها، حاجه ماشي ديالي بالعكس ما ناخذهاش وما نشوفش حتى فيها. دونك انا الام ديالي حضرت على كيفاش تحاربت باش نقرا في هذا الدومين هذا، مع العلم ان الاب ديالي كان كونتر، هو خوفا عليا، بالعكس الاب ديالي سوى عنده واحد دور كبير في انني ثقت في لي كومبيتونس ديالي ومشيت في هاد الدومين، ولكن الام ديالي كانت ديما واقفه في جنبي، ما كتقوليش راه لا غيهرسوك، كتقولي لا بنتي راه غادي تلقاي الفرصه ديالك، غير ثقي في راسك، سيري برافو، كتوقف معايا في لي نوت، حتى هي كتشوف لي نوت ديال لافاك، اسكو تو فاليدي او نو ايتترا، يعني كان واحد الدعم كبير من الناحيه ديالها، امام كيف ما شفتوا في الوقفه، انا ملي كنت غاده ما قلتهاش لمي بارون، خوفا عليهم حيتاش غيخافوا عليهم كيسمعوا وقفه احتجاجيه ايتترا، فاذا بيا كنتواجه الام ديالي مريضه وجات معايا ودخلت هي وسط البوليس وكتحاول زعما تخرج البنت ديالها، واللي كنقول لها شكرا جزيلا من هذا المنبر، وحتى الاب ديالي كنقول له شكرا جزيلا حيت غراس ا او جو سوي كوم سا وغراس ا او جو سوي لا وغراس ا او ندى ديال اليوم كتهضر بحال هكا، وبالترابي اللي عطيتوني هما اللي ما غنتنازلش عليهم، والمبادئ اللي تعلمت منهم ما غنتنازلش عليهم، واخا يبقى غير عرق فيا غنبقى ندافع على حقي وعلى حق جميع الطلبه، حيتاش انا امراه قانون، هذا هو الدور ديالي. صافي من دخلت لديك الجامعه اللي طعن فيها السيد الوزير، هادشي اللي علمونا حتى هما، علمونا على اننا حنايا جينا هنا وحنا مديورين الناس ديال القانون باش ندافعوا على الحق ماشي غير ديالنا، حنا ما بقيناش ناس عاديين، حنا ولينا كندافعوا على الحق ديال اي واحد، اي واحد قال داك الانين، حيت حنايا داك اللي كيسمينا السيد الوزير زوبعه صغيره، هذا ماشي زوبعه صغيره، هذا راه انين، هذا الاحساس بالظلم، هذه راه مراره، هذه خصك تقول تسمعها وتداويها،
هذه خصك تخرج عندنا بصريح واضح وتقولنا هاش كاين هاش كاين هاش كاين. حنا راه كنثقوا في العداله ديال بلادنا، ولكن حنا مبغيناش هاد القمع، مبغيناش هاد ما عرفتش، كنحسوا براسنا فريمون لا قيمه لنا، لا قيمه لك. يعني ما عرفتش شنو خصنا حنا نديروا كشباب باش نعيشوا بكرامه في هذا البلد. هذا هادشي اللي كيخلينا نخرجوا بهذه الحرقه هذه ونحاولوا نوصلوا الصوت ديالنا باي طريقه، حيت راه منا عدد كبير، وكاين ناس اللي كيهضروا، كاين ناس ما كيقدروش يهضروا، كاين ناس اللي ما لقاوش الوقت، كاين ناس اللي ما لقاوش الفرصه باش يدويو. دونك مي كتجي شي واحد فحالنا هكا الفرصه، كنحاولوا نوصلوا صوتنا وصوت خوتنا كاملين، ونقولوا ان من هنا الفوق راه ما بقاوش نسكتوا الظلم، واخا ما عرف شنو يبغي يطرى لينا. حيت الا كنا نعيشوا بدون كرامه ونعيشوا بدون شرف وغنعيشوا ما عرفتش شي واحد اللي كيدير لنا الحياه ديالنا، ما كاينلاش فريمون. جو بريفير دو ميتر فان ا ما في ولا نعيش في هذا الظلم وهذه الحقره وما ناخذش حقي، ونشوف حتى الناس، حتى المواطن المغربي، حتى خويا، حنا خوت في الاسلام، حتى هما كيظلموا، حتى هما كيتهرسوا. كنشوف وليدات عندهم 25 سنه ممكن يكونوا هذا كيقراو الدكتوراه ايتترا كيمشيو للبحر فريمون، كيمشيو يحرقوا باش يلقاو لي زوبورتونيتي في الخارج، فاذا به البلاد ديالنا زوينه. عندي معك سؤال اخير، درتو شكايات في الموضوع وكتنتظروا الان النتائج المآل ديال هاد الامور، عندكم شي معلومات؟ بيان سور، بدينا في الشكايات ديالنا، مجموعه من الطلبه حطوا شكايات للوكيل العام لدى محكمه النقد، وحطينا شكايه وغادي نرسلوا رساله للديوان الملكي، وان شاء الله السيمانه الجايه غنبداو الاجراء ديال الدعوه الاداريه ان شاء الله، وكلنا غادي في نفس الخطه. ومع ذلك راه كاينه ان شاء الله وقفه غدا، غتكون وقفه وطنيه ديال الرباط اللي غادي يحضروا فيها جميع الطلاب. بيان سور غتكون وقفه سلميه منظمه، غيكونوا فيها حتى الوالدين ايتترا باش نزيدوا نوصلوا صوتنا، وحنا كلنا ثقه في القضاء المغربي، وان شاء الله غادي نتنصفوا، وهذه القضيه فريمون غترجع الثقه للمواطن المغربي في المؤسسات، ويعرف كو سي فري سي فري كاينه هادشي، كاينه ربط المسؤوليه بالمحاسبه، كاينه الا خدمتي غادي توصل، وان شاء الله حنايا غادي نزيدو نخدمو وغادي نوصلو، حنا كلنا ثقه، ولكن اليوم بغينا نقولو لا صافي ما بقيناش غادي نسكتو. الكلمه اللي غنقول لك وغادي نقول لك الله يرحم لي رباك، وانا غنقولها بالدارجه المغربي، انا ساليتي ديال الحجر، ما بقى عندي ما نقول لك، والله العظيم مشاهدينا الكرام سوف احلل بطريقه جد مختصره في الموضوع، ندى 22 سنه. طريقة التناسق في الكلام وطريقة التحليل. هاد الشابة ما كتستحقش أنه هي تدبر الشأن المحلي. هذا السؤال الأول، السؤال الثاني، إذا قامت هاد الشابة بمرافعة مثلا في القانون، ونعلم جيدا من بالمميزات اللي وضع المشرع للقضاء بطبيعة الحال، وهو الضمير المهني والقناعة الشخصية القاضي. وهذه القناعه منين كتنطلق؟ من الادله، من المعطيات، من دفاع قوي الذي يمكن ان يوصل رسائل قويه في الموضوع. شابه 22 سنه، طريقه التحليل ولا في الخيال، اللهم بارك، لانه العين هي حق عندنا في القران. مشاهدينا الكرام، انبهرت صراحه بهذا المستوى العالي، تناقش الموضوع اجتماعيا وانسانيا، وأولويات المؤسسات في الدولة اللي بلورت اهتمام الشباب من أجل الوصول للمبتغى، وهذا هو الأساس. لما نقول تدبير الشأن المحلي أو وزير في محط صنع قرار، يجب أن تكون لك مواصفات خاصة تختلف بها عن الغير، لبلورت آفاق ومشاريع وقوانين تتلائم مع الوضع الحالي، وإحنا في 2022. شابة طموحة ما لفت انتباهي بقوة في الموضوع، 22 سنة من تكوين ما يكفي، مستوى عالي في شواهد وطريقة النقاش وطريقة التحليل وبعد النظر، وهذا شق قل نظيره شيئا ما. مشاهدينا الكرام، لما أقول قل نظيره لا أقلل من المغاربة، ولكن أتكلم بين قوسين عن عامل السن لها من تجربة ما يكفي. هنا جاوبتها جواب، قلت لها الله يرحم لي رباك، وهذا نموذج ديال المغاربة اللي كاين الالاف والملايين من هالطاقة. رسالة جد مهمة، لو تم تفعيل مجموعة من القوانين مضبوطة والاهتمام بهذه الفئات بطريقة ممنهجة، ما كان ليكون الوضع بهالطريقة. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.